مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هوريكم وصفة سهلة قوي كل الأولاد بيحبوها، وفكرة جديدة وممكن تستخدم في المدرسة، في اللانش بوكس أو السناك بوكس اللي هو ساندويتش اللحمة. هنبدأ دلوقتي هوريكم. دي لحمة مفرومة، ده نص كيلو، وبحط بقدونس سريعة جدا، وممكن تحضريها وتسيبيها في التلاجة وتعملي بس الساندويتش على النار الصبح بدري قبل المدرسة. بصل، بس كله افضل ان هو يكون متقطع حتت صغيره مش مفروم، علشان انا مش عايزه انزل البصل ميه كتير او الطماطم ميه كتير عشان ما يخليش الساندويتش يبقى طري قوي. حط الطماطم، دول طماطمتين كده، سريعه جدا. بهارات، حط رشه خفيفه كمان، والملح والفلفل طبعا. وفي ناس بتحط السماء برضو لو بتحبوه، بيدي طعم زي مزازة كده زي الليمون. بس بحط كل المكونات وهخلطهم مع بعض كلهم واحطهم في العيش العربي. نخلطهم كويس مع بعض، بس كده خلاص الخلطة جاهزة. هجيب العيش بالمعلقه، طريقه بسيطه جدا جدا، وما فيش بتهيألي حد من الاولاد مش بيحب الكفته، يعني كده في العيش كده. هجيب الزيت الزيتون، ممكن زيت ذره لو عايزين او زيت عبدالشمس لو تحبوا. وهجيب فرشه، ويا دوبك على الساندوتش من بره، وهاخد العرايس او الحواوشي او العيش باللحمه واوريكم ازاي بتعملوه على النار. يلا تعالوا معايا دلوقتي هوريكم بقيه الخطوات لتحضير العيش باللحمه. هحط بالفرشه برضو نقطه صغيره في الطاسه بتاعتي، ويا دوبك تسخن، واحط العيش زي ما انتوا شايفين. سهل جدا، يا دوبك 5 دقايق على ناحية دي و5 دقايق على ناحية التانية هيكون استوى تقريبا. الحتة اللي من تحت استوت، او هقلبها كده زي ما انتوا شايفين. العيش اتحمر، لونه حلو قوي، وريحة اللحمة بدأت تطلع كده. بس 5 دقايق كمان ونبقى جاهزين. ودلوقتي الساندويتش اللحمة بقى جاهز، هطفي النار وهحطه في الطبق. ومتأكدة انه هيعجب الاولاد وهيعجب كل افراد البيت. وده الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا. ريحته جميلة وسهل وسريع، وجربوه مع الاولاد، وبليز خلوا الاولاد يدخلوا معاكم المطبخ يجربوا عشان هيحبوا الاكل اكتر. وبالهنا والشفا. Thank you.